اهلا وسهلا بكل مشاهدي ومتابعي تلفزيون السابع في كل مكان. كلنا تابعنا خلال الساعات القليله الماضيه، وخاصه مشجعي ومحبي كره القدم والنادي الاهلي، الازمه اللي تعرض لها الفريق الاحمر في رحله كوماسي في اطار استعداده لمباراه مديامه في دوري ابطال افريقيا. خلونا نجيب القصه من اخر التطورات في الوقت الحالي. نجحت بعثة النادي الأهلي في حل أزمة تعطل الطائرة الخاصة بالفريق في مطار أكرا بغانا مساء أمس الأربعاء، وهو ما اضطرها طبعا للإقامة في أحد الفنادق في العاصمة قبل ما يتم حل الأزمة وسفر البعثة من أكرا إلى كوماسي. بدأت البعثة بالفعل في الوقت الحالي تتحرك من مطار أكرا استعدادا لاستقلال الطائرة اللي هتنقلها إلى مدينة كوماسي، وهي المدينة اللي بتستضيف مباراة النادي الأهلي ضد مديامة الغاني، والمقرر إقامتها يوم الجمعة غدا في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، إلا طبعا لو جد في الأمور أمور من قبل الكاف وتم تأجيل المباراة 24 ساعة زي ما كان الحديث بيدور خلال الساعات القليلة الماضية، نتيجة طبعا إن الأهلي ما تدربش يوم الأربع وقد لا يتدرب اليوم الخميس بسبب رحلة السفر، لأن رحلة السفر من أكرا إلى كوماسي بتستغرق وقت طويل. نجح المسؤولين في توفير رحلة طيران داخلية عشان تنقل بعثة النادي الأهلي من أكرا إلى كوماسي، وبالتالي المشكلة اللي كانت موجودة اتحلت بشكل رسمي. ولكن كان في كلام قبل ساعات إن مسؤولي النادي الأهلي في مدينة أكرا الغنية قبل ما طبعا المشكلة دي تتحل ويوفروا الطائرة الداخلية كانوا بيدوروا على ملعب تدريب قريب من فندق الإقامة بالمدينة علشان يقدروا إن هم يتدربوا عليه النهاردة قبل ما يسافروا إلى مدينة كوماسي استعدادا لخوض مباراتهم ضد مديامة الغاني، ولكن طبعا هذا السيناريو اتلغى بعد ما تم توفير الطائرة وبالتالي انتقال أو استعداد الفرقة إلى الانتقال إلى مدينة كوماسي بشكل رسمي، وبالتالي أصبحت فكرة البحث عن ملعب لتدريب غير قائمة. الفرقة وفقا لهذه المعطيات وفقا للي حصل خلال الساعات القليلة الماضية ما اتدربتش يوم الأربعاء بسبب السفر، وقبل طبعا ما تتعطل الطائرة وتضطر البعثة انها تقيم في فندق قريب من المطار، وبالتالي لم تتدرب يوم الأربعاء، والنهاردة الخميس هي في رحلة سفر أخرى من أكرا إلى كوماسي، وزي ما قلت لحضراتكم هي هتاخد فترة طويلة في السفر وقد لا يتدرب الفريق النهاردة نتيجة الإجهاد ونتيجة طول المسافة من المدينتين، وبالتالي قد لا يتدرب الأهلي أربع وخميس، وده بيضعه في تحدي من نوع خاص. هل هيستطيع أن يخوض المباراة الجمعة بكامل اللياقة البدنية وكامل الاستعداد الذهني والنفسي والبدني، ولا مش هيقدر يعمل دوت وقد يلجأ للكاف علشان يبحث عن حلول قد تكون هذه الحلول تأجيل المباراة 24 ساعة زي ما النادي الأهلي كان بيطلب وزي ما بعض التقارير الإعلامية تحدثت وزي ما حصل في بعض المواقف المشابهة. خلونا كمان نرصد لحضراتكم كواليس القصة بشكل كامل من البداية لحد دلوقتي. القصة بدأت لما النادي الأهلي وصل إلى مدينة أكرا والطائرة بدأت تتزود بالوقود، وكان من المفترض أن تتجه إلى كوماسي، والمسافة بين أكرا وكوماسي برضو علشان أحط حضراتكم في الصورة 7 ساعات سفر، إذن مسافة مش قليلة خالص، يعني مسافة من دولتين قد يعني لا تتجاوز هذه الساعات الطويلة، ما بالك بين مدينتين داخل دولة واحدة 7 ساعات. أثناء استعداد النادي الأهلي للإقلاع بالطائرة المعدة اللي بتجهز الطائرة للطيران ارتطمت للأسف بالطائرة بتاعت النادي الأهلي، وأصبح من الصعب أن الطائرة تطير بالبعثة إلى مدينة كوماسي، وتعطلت صلاحياتها وأصبحت بتحتاج إلى صيانة قبل السفر، وبالتالي النادي الأهلي لم يعد لديه طائرة يستطيع أن يستقلها إلى مدينة كوماسي، فأقام في فندق قريب من المطار فترة معينة من الزمن، وطبعا ده كان بعد مجهود كبير، يعني الفرقة قعدت ساعات طويلة في المطار علشان يقدروا ان هم يوفروا فندق للإقامة لأن ما كانش فيه حجوزات مسبقة، يعني الفرقة طبعا رايحة انها تاخد الطيارة وتتجه على طول إلى كوماسي، ولكن اللي حصل حصل بشكل طارئ، وبالتالي البعثة ما كانتش حاجزة أصلا فندق إقامة، فده كانت أزمة تانية. تدخلت السفارة المصرية في غانا وبدأت انها تتواصل مع المسؤولين وبدأت تبحث في الأمر لحد ما تم توفير فندق للإقامة، والفرقة أقامت في الفندق من امبارح لحد صباح اليوم لحد ما تم حل المشكلة. امبارح كانوا بيدوروا على طيران داخلي من أكرا إلى كوماسي، ولكن ما كانش فيه طيران داخلي متوفر، واضطر طبعا لطلب طائرة من مصر للسفر إلى أكرا ونقل البعثة إلى كوماسي، ولكن مسؤول الأهلي والسفارة المصرية نجحوا بعد مجهود كبير في نقلهم إلى الفندق لحد النهاردة ما تم توفير الطائرة اللي بتستعد في الوقت الحالي لنقل النادي الأهلي إلى مدينة كوماسي، وهي المدينة اللي هتستضيف المباراة بتاعة النادي الأهلي ومديامة الغالي. الأهلي تحرك
مع مسؤولي كاف من الامس، وتواصل مع احد المسؤولين بالاتحاد الافريقي، بالتحديد هو احمد سالم مسؤول المسابقات بالكاف، والاخير طلب تقرير عن حاله الطائره، ومن الممكن ان يكون التقرير وصل للكاف في الوقت الحالي او في طريقه ان هو يصل الى الكاف، تمهيدا لتاجيل المباراه لمده يوم واحد يعني 24 ساعه، خاصه ان الاهلي زي ما قلت لحضراتكم في التقرير اللي هكتبه هياكد ان هو لم يتدرب يوم الاربعاء، وبالتالي لم يتدرب ايضا اليوم الخميس، لان خلاص هو على رحله سفر 7 ساعات من اكرا الى كوماسي، ومش هيكون عنده رفاهيه التدريب، يعني يكفي عناء الرحله ومشقه الطريق، فبالتالي مش هيقدر ان هو يتدرب النهارده. دي كلها معطيات بتدفعنا لسؤال وبيطرح نفسه، ويمكن السادة المشاهدين كمان بيسألوا عن هذا السؤال، هل هتتأجل المباراة ليوم واحد وتبقى يوم السبت بدل من يوم الجمعة، ولا الكاف هيصر على إقامة المباراة في الموعد المحدد مسبقا وهو يوم الجمعة. الأمر حتى الآن في إيد الكاف، ولكن لو بصينا لوقائع مشابهة هنلاقيها حصلت في أكتر من مناسبة، والكاف في الاتحاد الإفريقي بيأجل المباراة ل 24 ساعة بسبب ظروف مشابهة. لو جينا نتكلم عن الظروف المشابهة، هي حصلت في مباراة شباب بوليسداد ورينجرز من سيراليون، لأن فرقة سيراليون كانت واجهت صعوبات في الوصول إلى الجزائر بعد ما تعلق في مطار كونكاري وتم تأجيل المباراة لمدة يوم واحد. كمان مباراة إنيمبا والوداد المغربي بسبب عدم الحصول على تصريح الهبوط في أحد المطارات بالمغرب، وتأخر سفر فريق مازيمبي إلى تونس أيضا، وتم تأجيل المباراتين في بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم. إذن كان في وقائع مشابهة، والنادي الأهلي لو قدم تقرير وافي وشامل لما حدث معه في رحلة كوماسي ربما يتم تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، ولكن حتى الآن مفيش تأكيد لهذه الجزئية، وإحنا هنتابع مع حضراتكم كل التفاصيل والتطورات على مدار الساعة، وهيكون معانا خلال ساعات من دلوقتي أو أقل من ساعات أحد الزملاء في قسم الرياضة للحديث عن هذه الجزئية بالتحديد، علشان يقول لنا آخر ما توصلت إليه الأمور في قصة تأجيل المباراة. بشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في تغطيات جديدة من شاشة تلفزيون اليوم السبت.